معانا على التليفون دكتور عمرو الطويل، عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. وجمهورك الكريم. منورنا يا فندم. دكتور عمرو، كنا بنتكلم على العلاقات ما بين مصر واليابان، ويمكن هاخدها من زاوية الجامعة المصرية اليابانية. إلى أي مدى الجامعة المصرية اليابانية تعكس تطور في العلاقة ما بين مصر واليابان؟ وأيضا عايز أتكلم شوية على كلية الهندسة في الجامعة واختلافها عن أي كلية هندسة في جامعة من الجامعات الأخرى داخل جمهورية مصر العربية. هو طبعا بدون شك إن فعلا مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هو تطور نوعي في علاقة الشراكة بين مصر واليابان. ليه هو تطور نوعي؟ لأن هو استثمار في البشر، ودي نقطة حساسة جدا وحيوية جدا وبتميز العلاقة اللي ما بين مصر واليابان بعكس علاقاتنا الدولية مع سائر الدول اللي نتعاون معها. لازم جمهورنا الكريم يعرف ان العلاقات بين مصر واليابان في الدولة الحديثة تمتد من سنة 1922 بمشاريع كتير جدا. اكيد ضيوفك الكرام والنهاردة في التلفزيون شفنا عرض كبير للمشاريع، اكثر من 38 مشروع بتعاون فيه دولة اليابان مع مصر. لكن النقلة اللي حصلت سنة 2009 عند توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء هذه الجامعة بشراكة مش تعاون ما بين الدولتين كان نقلة نوعية بدون شك. حلو. المثال، احنا ابتدينا في مرحلة الدراسات العليا في كلية الهندسة سنة 2010 زي ما حضرتك ذكرت. عاوز اقول رقم بسيط، النهارده اول خريج في مرحلة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه من كلية الهندسة كان سنة 2012. النهارده بقى لنا 10 سنين قمنا بتخريج 490 طالب ماجستير ودكتوراه. 490 طالب دول معظمهم 90% منهم كانوا طلاب مصريين مبتعثين من الجامعات المصريه الحكوميه والمعاهد البحثيه للحصول على الماجستير والدكتوراه من الجامعه المصريه اليابانيه. في اطار هذه الدراسه بيستخدم المعدات المتقدمه اللي بتوفرها دوله اليابان في الجامعه بما يناهز ب 50 مليون دولار من المعدات البحثيه والتعليميه موجوده في معامل الجامعه، وبيقدر ان هو يسافر اليابان لمده 6 لـ 9 أشهر خلال فتره الدراسه علشان يخوض تجربه السفر والتعامل مع اليابان والتبادل الثقافي وتنميه المهارات والقدرات والجدارات ورفع الوعي واكتساب الخبرات الاكاديميه، وبيرجع للحصول على الدرجه بتاعته، وبيرجع جامعته استاذ بيدرس لالاف الطلاب. 450 خريج دول بيدرسوا كل سنه مرتاح ل 500 ألف طالب كل سنه. تخيل حضرتك بقى التفاعل المتسلسل ده وقد ايه تاثير مشروع واحد زي مشروع الجامعه المصريه اليابانيه النهارده تقدر تقول ان هو اثر على ملايين طلاب الهندسه في كل ربوع مصر. طيب وده أيوة. التطور النوعي اللي احنا بنتكلم عليه. إلى أي مدى دكتور، يمكن أنا مهتم شوية أصلي بحكاية الجامعات في مصر والطلبة بتوعنا وما إلى ذلك، إلى أي مدى هؤلاء الأساتذة اللي تخرجوا بشهادات الماجستير والدكتوراه من الجامعة المصرية اليابانية يؤثروا في مستقبل الصناعة المصرية بشكل عام، يؤثروا في مستقبل الصناعات التطبيقية في مصر بشكل عام، يؤثروا إلى أي مدى في مستقبل البحث العلمي المتعلق بالتقنيات الهندسية والصناعية في مصر؟ اللي بيميز مرحلة البحث العلمي حاصل بالماجستير والدكتوراه في الجامعة المصرية اليابانية هي تعاملها مع مشكلات متقدمة جدا، كثيرا ما تكون مرتبطة بالصناعة وكثيرا ما تكون ممولة من الصناعة. فإحنا مثلا عندنا مشاريع ممولة من الصناعة أو من جهات البحث العلمي تقربوا عن 145 مليون جنيه مصري النهاردة. عندنا 90 براءة اختراع قام بتسجيلها طلاب الدكتوراه او الماجستير والاساتذه المصريين والاساتذه اليابانيين اللي بيتعاونوا معاهم. براءة اختراع يعني علم اتحول الى ابتكار، والابتكار ده هو يتم تسويقه على اساس ان هو منتج ويبقى صناعه وطنيه باختراعنا وملكيه فكريه بينا ولبلدنا. طبعا ده تطور نوعي فيما يقدمه البحث العلمي لخدمة الصناعة ولخدمة الاقتصاد. ده بالإضافة إلى
مئات الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية ذات معامل التأثير من الطبقة الأولى والطبقة الثانية وهكذا، ومئات الأبحاث المنشورة في مؤتمرات دولية من الدرجة. حلو جدا 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 دكتور عمرو، أنا أشكرك على المداخلة وأشكرك الحقيقة وكل المجموعة المسؤولة عن الجامعة المصرية اليابانية على يعني أقول على هذه النجاحات. ربنا يوفقكم وإن شاء الله لسه كمان في أكتر. كل الشكر للدكتور عمرو الطويل عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية.